عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأزكى تحية وأطيب سلام من مسجد حسان في مدينة الرباط، حيث يؤدي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله شعيرة دينية جديدة جعلها المولى عز وجل نفحة من النفحات التي أكرم بها الأمة المحمدية، وشعيرة الصلاة صلة بين العباد والخالق، لها مكانة خاصة في شريعتنا الغراء. كل الشعائر الدينية فرضت من الباري سبحانه إلى جبريل عليه السلام إلى النبي الكريم، إلا الصلاة فهي من الله إلى رسوله دون وسيط. ليلة الإسراء والمعراج، جمعة مباركة، كلها خير وفضائل وشكر لله عز وجل على ما أفاء به على هذا البلد الأمين بقيادة أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين، الذي يعطي المثل الأوفى لأبناء الأمة في استشعار الأمانة والمسؤولية لتحقيق كافة الأهداف المنشودة والآمال المرجوة. يؤدي أمير المؤمنين هذه الشعيرة الدينية التي اختص الله بها أمة خير البرية، وجلالته دائم الرعاية بشؤون العلم وأهله، وموصول العناية بإقامة المؤسسات العلمية التي تشكل مجالاً أرحب يتيح للعلماء تأدية رسالتهم الدينية والوطنية، بدءاً بتأطير المواطن عبر تحصيل العقيدة وإنارة العقول، مروراً بإبراز روح الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال، وصولاً إلى نشر قيم الفضيلة والتآخي والتسامح. الإسلام دين الدولة، وهذا مبدأ يتضمنه دستور المملكة باعتباره من المكونات الناتجة عن استمرارية الهوية العريقة والتي شكلت الدرع الواقي لوحدة الأمة المغربية. وينتج عن ذلك أن إمارة المؤمنين تخضع في جوهر ممارستها للعروة الوثقى التي تجمع قائد البلاد وسائر أفراد الأمة على أساس البيعة الشرعية المستمدة من الدين الحنيف. فوحدة العقيدة ووحدة ممارسة العبادات والشعائر الدينية كانت نتاج المسار التاريخي الذي أسهم في تحقيق وحدة المذهب المالكي السني، الذي يفسر الاستقرار الذي نعمت به المملكة الشريفة عبر القرون وما تزال. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المخلوقين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
روى إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله أنصتوا رحمكم الله أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى وهو ولي الحمد وأهله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المؤمنون قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث فإن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الأمة المغربية حماية الدين بسعي أمير المؤمنين القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وآخر تجليات هذا الحفظ ما أمر به أمير المؤمنين أعزه الله من مراجعة الضوابط القانونية التي تحمي الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع تحميها وفق الضوابط التي يكفلها الشرع ويقبلها العقل فقد كانت همة أمير المؤمنين حفظه الله متجهة إلى هذا الإصلاح منذ عقدين تقريبا حيث صدرت الصيغة الحالية لمدونة الأسرة وهو أعزه الله يأمر بإعادة النظر في هذه الصيغة ويكلف الجهات الحكومية والقضائية والحقوقية والعلمية بالنظر والحوار قصد تعديل ما تكون به الأسرة أكثر تأهيلاً لأداء مهمتها وتكون المرأة أكثر متعة بما تستحقه من حقوق ويكون الطفل محمياً من الأوضاع التي تعوقه في أن يكون عماد المستقبل أيها المؤمنون إن الله تعالى قد ضمن في كتابه من العدل والمساواة ما يحفظ كرامة الإنسان ذكراً كان أو أنثى فهي كما قرر بعض المفكرين مساواة قائمة في أصل الخلقة ومساواة في المسؤولية وفي الولاية العامة وفي حق التملك وفي الاستقلال المالي وفي حق ممارسة العمل المهني وفي الأجر وفي الأهلية القانونية وفي الشهادة وفي اختيار الزوج وفي الميراث وحيث إن موضوع الميراث هو مسار عدد من المجادلات فإننا نذكر أن الرجل بحكم القرآن يرث أكثر من المرأة في أربع حالات وهي ترث مثل الرجل في أضعاف هذه الحالات الأربع وترث أكثر من الرجل في عشر حالات أخرى وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل أيها المؤمنون إن الأسرة التي هي نواة المجتمع تقوم على أساس المودة والرحمة بين الزوجين
قصد أداء واجب كل منهما في الحياة لتستمر عمارة الأرض، كما بيّن قوله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيها المؤمنون، إن غياب وازع القرآن والفهم السليم للدين هو الذي يعرض المرأة للتمييز في التعليم والصحة والاقتصاد والمشاركة السياسية، وغياب هذا الوازع غياب لمسؤولية الرجل، الأمر الذي يترتب عنه تعريض النساء لأشكال العنف المختلفة، وهذا لا يمت إلى الدين الحنيف بصلة، وإنما هو من الجهل وتسرب بعض التقاليد السلبية من ثقافات أخرى، ومن أخطرها تعاظم الاعتبارات المادية في حياة الناس، وغياب التربية على المحبة والإيثار ومحاسبة النفس. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، روي عن سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني أن الإمامة العظمى هي التي تحمي ما ضمنه القرآن من الحقوق والواجبات. وفي هذا الجانب يدخل الأمر المولوي الكريم بمراجعة المدونة، اتبين أن جوانب من مقتضيات المدونة الحالية، سواء في جانب الامتداد أو جانب التأويل أو جانب التنزيل، قد كشفت الممارسة على ضرورة تعديلها حتى تتطابق مع ما يتطلبه تأهيل الأسرة وإصلاح المجتمع من خلالها، مما يزيد دعم الحقوق ويقوي حماية الطفل، ويقوي حماية الطفل خاصة من تبعات النزاع والشقاق. أيها المؤمنون، لقد استبشر الناس خيرا بهذا العمل من الإشراك الواسع للفعاليات التي سينبثق من عملها النتائج المرجوة، والمغاربة مطمئنون، وقد سمعوا مولانا أمير المؤمنين غير ما مرة يؤكد في مثل هذا السياق قوله: إني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا، بمعنى كل ما سيتغير سيكون داخلا في الاجتهاد الذي لا تخفى أهميته ولا يخفى سياقه على علماء الأمة، ممثلين في المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين حفظه الله، وهو المجلس الذي تطلب منه الفتوى في الشأن العام. أيها المؤمنون، إنما تقتضيه المصلحة المرسلة وفق ضوابطها الشرعية يكون فيه الفصل بعد النصيحة الواجبة بالرأي السديد لأمير المؤمنين، على أن كل الأطراف المنشغلة بشأن الأسرة والمرأة والطفل يستحضرون أن الأسرة هي الرجل والمرأة معا، وأن وازع السلطان أي القانون المعزز بوازع القرآن يجلبان معا السعادة للفرد والأسرة والمجتمع. هذا ولنجعل مسك الختام أفضل الصلاة وأزكى السلام على خير الورى وشفيع الأنام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وانصر اللهم من قلدته أمر عبادك المؤمنين مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين، محفوظاً بحفظ كتابك في كنفك الذي لا يضام، محروساً بعينك التي لا تنام، قرير العين بولي عهد المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولانا الحسن، اللهم أنبته النبات الحسن وشد أزر جلالته بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولانا رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنك سميع مجيب. اللهم تغمد بواسع رحمتك وعظيم عفوك وجليل رضوانك الملكين الجليلين المجاهدين مولانا محمدا الخامس ومولانا الحسن الثاني
اللهم طيب ثراهما وأكرم مسواهما واجعلهما في مقعد صدق عندك مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العلي العظيم الكريم وإفضاله، والرضا عن أصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين. فاتحة للوالدين والأشياخ والمحبسين وكافة المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، سيدنا ومولانا السلطان، اللهم انصره وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم كن له وليا ونصيرا، اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بمسجد حسان في مدينة الرباط أدى أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله صلاة الجمعة في أجواء روحية بتلاوة الذكر الحكيم والدعاء للبارئ عز وجل بخيري الدنيا والآخرة، وحرص جلالة الملك على تأدية هذه الشعيرة التعبدية مع الرعية مظهر من مظاهر رعاية العاهل الكريم للشأن الديني، وهو أحد الأوراش التي يسهر حفظه الله على إصلاحها بما يعزز البعد الروحي في حياة المواطنين. أمير المؤمنين يرعى الشأن الديني توازيا مع رعايته للشؤون الحياتية للمواطنين، تحقيقا لمقاصد الشريعة التي توازن بين المتطلبات الروحية والمادية، ومتعددة هي مجالات الرعاية الملكية السامية لشؤون الدين، والغاية الأساسية تحصين العقيدة وصيانة الوحدة المذهبية والذود الدائم المستمر المتواصل عن الثوابت والمقدسات، ولبلوغ الأهداف المرجوة وتحقيق الآمال المنشودة، سار أمير المؤمنين على نهج أسلافه الميامين مستنداً على الأساليب التي تقتضيها روح العصر ويستلزمها التطور الحاصل في شتى الميادين، مع الحفاظ على الهوية الروحية والخصوصيات الثقافية. ومنهج متفرد جعل من بلدنا الآمن المطمئن أنموذجاً في التدبير الديني، حذا بالعديد من البلدان والأمصار إلى طلب الاستفادة من هذا النموذج المتفرد، سعيا منها وراء وسطية الدين واعتداله وسماحته. وخصوصيات المغرب في تدبير الشأن الديني
عنصر استقرار وطمأنينة روحية، وهي خصوصية تقوم على ركائز قوية أهمها الدور المركزي لمؤسسة إمارة المؤمنين ثم المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، إضافة إلى تصوف السني الداعي إلى الفضائل الروحية والعمل الإيجابي، عمارة للأرض رعاية ملكية موصولة لشؤون الدين الذي ارتضاه الله جل في علاه بالأمة عقيدة ومنهجا، وجعلها بذلك خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأمير المؤمنين الساهر الأمين على رعاية شؤون الدنيا والدين. وإلى هنا سيداتي سادتي نودعكم وإلى اللقاء.